اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ونحن في هذه الأيام المباركة نتنسم هذه السيرة العطرة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي توحد لكل قلوب المسلمين في كل البلدان العربية والإسلامية فرحا وابتهاجا بهذه الذكرى العظيمة. حنتواصل بالتأكيد عبر صباح الشروق، وحنذهب مباشرة لواحدة من العوالم المهمة جدا في حياة كل السودانيين، عوالم الفن والموسيقى بالتأكيد، ولكن في هذه المرة هو عالم الفن الموسيقي بالنسبة لجيشنا الحامين وحارسنا، والاهتمام الكبير من قبل هذه المؤسسة وهذه المنظومة في هذا الصباح. سعيدين جدا أن نتواصل معكم من خلال واحدة من المهرجانات المهمة جدا في السودان، واللي يتقام عام بعد عام، وفيها عدد من أشكال المشاركات لكل الفنون السودانية من خلال التراث السوداني، من خلال الأغاني الحماسة والأشكال المختلفة لضروب الفن السوداني، عبر العميد بابكر يوسف وهو مسؤول الإعلام. إحنا سعيدين جدا في هذه المساحة إنه نستضيفك ونتعرف على هذا المهرجان عبر الأهل. مرحبا بك، صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين. مرحبا بك يا سعادة العميد. يعني هذه الأيام واضح إنه الجيش دق مزيك فيه، يعني لكن تأتي هذه المزيكا في أجواء إيجابية، في تغيير في السودان، والقوات الشعب المسلحة التي انحازت إلى هذه الثورة تمارس كل نشاطاتها في المجتمع وتندمج في المجتمع، وسلاح الموسيقى يمكن واحد من أقدم الأسلحة، واحد من أهم الأسلحة في السودان، يعني خرج كثيرين لساحة الغناء السوداني. نعم، حقيقة يمكن يكون يعني كما ذكرت القوات المسلحة السودانية هي قوات حقيقة وطنية وقومية التشكيل ومتميزة منذ عهد بعيد. يعني هي ظلت القوات المسلحة تقدم في كل فنون وضروب الحياة العامة أشكال من أنواع الإبداع، سواء كان دور القومي في حماية العرض والأرض، وكذلك ما تقدمه من إبداعات. ويمكن يكون الآن المهرجان الإبداع العسكري واحدة من الإبداعات اللي بتقوم بها القوات المسلحة، والقوات المسلحة يمكن رفضت المجتمع السوداني بعدد من الأدباء والشعراء قديما وحديثا. يعني كلنا لما نتكلم في الموضوع ده لا نتخطى محمد الأمين، يعني الموسيقار الكبير. صحيح. نتكلم أنه سلاح الموسيقى كان له دور كبير في تشكيل تجربته في بداياته. يعني نعم حقيقة، ونحن كذلك يعني انتهز هذه الفرصة لأترحم على روح اللواء عوض أحمد خليفة، أول مؤسس لإدارة التوجيه المعنوي، وله دور وإسهامات كبيرة. هو كذلك شاعر مرهف، قدم كثير من الشعر العاطفي والوطني لعدد من الفنانين المعروفين، على سبيل المثال يعني الفنان عثمان حسين، عبد الكريم الكابلي، وزيدان إبراهيم، وغيره من الفنانين، وأيضا كذلك من الشعراء المعروفين العسكريين اللي هم الخير عبد الجليل المشرف وبقرون عبد الله بقرون وغيره من الشعراء العسكريين. يأتي امتداد هذا المهرجان حقيقة هو إبداع يتم فيه التنافس عبر الوحدات العسكرية على مستوى القوات المسلحة بولايات السودان المختلفة، ويتم هذا الإبداع كتظاهرة كبيرة جدا للقوات المسلحة للاهتمام والتقدير من كل القيادات، بدأ من القائد العام للقوات المسلحة والسيد رئيس هيئة الأركان والسادة النواب رئيس هيئة الأركان والقادة لكل الوحدات. تجد هذا المهرجان اهتمام كبير ووقوف ودعم لإظهار إبداعات القوات المسلحة في شتى الدروب، دروب الإبداع. طيب. معروف إنه الموسيقى يعني عندها دور كبير وتلعب دور كبير في الجانب النفسي، يعني وبتعزز يعني الهدوء الوجداني، وبتلعب أيضا في يعني تعمل محفزات كده حتى للمخ، وبيكون في يعني حاجة جميلة كده وإحساس جميل للإنسان اللي هو دائما بيحاول يرخي أعصابه، بيحاول يطلع من التوتر. إحنا السودانيين كلنا بنحب المزيكا يعني، وما في بيت سوداني ما عنده أذن ساغية لأي نوع من أنواع الموسيقى بمختلف مجالاتها. لكن إذا يعني حاولنا نستهدف المؤسسة أو المنظومة الجيش في سلاح الموسيقى، كيف الموسيقى تعمل على تطوير هذه المؤسسة، خصوصا إحنا يعني تعرفنا على أجيال كبيرة جدا اتخرجت من هذه المنظومة؟ نعم، حقيقة نقول الموسيقى العسكرية هي ذات طابع مميز براء، يعني يمكن يكون لها ميزتها اللي هي تتميز بالمارش اللي بتسمعوه، وكذلك عدد من الأنواع الموسيقات العسكرية المعروفة يعني الآن.
ولذلك يمكن يكون الغالب عليها هو غالب الحماس. يعني هي أكيد بتحفز الجند أو تبس الحماسة فيه وبتدي أداء يعني إيجابي في نفسية الفرد العسكري والمقاتل وغيره، وحتى المواطن يعني بيتفاعل مع هذه الموسيقى العسكرية، وبالذات الشعب السوداني يمكن يكون شعب يعني يحب الحماسة ويعرف بالشجاعة والقوة، فبتأثر فيه الموسيقى العسكرية كثيرا يعني من خلال التجاوب من خلال التفاعل معها وكذا يعني. نتكلم عن المهرجان، ونحن نعلم انه هذا العام سلاح المدرعات هو الذي يستضيف الفعاليات يعني. سلاح المدرعات واحد من اقدم الاسلحه في 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 السودان، وظل في تطور ايضا مستمر ومضطرب. نتحدث عن فكره اختيار سلاح المدرعات هذا العام. نعم والله، يمكن اتى يعني اختيار سلاح المدرعات كما ذكرت هو من الاسلحه العريقه والقديمه، ويتميز ايضا يعني بهذا السلاح الى جانب عراقته، يعني هو ابدا شرف انه تكون هذه المنافسات تجري على ارضه. من هنا يعني نحن نسجي صوت شكر وتقدير لسعادة اللواء الركن أحمد صالح عبود قائد سلاح المدرعات، اللي أبدى هو الاستعداد والمبادرة جاءت منه على أن يقام هذا المرة الفعاليات والمنافسات في سلاح المدرعات. وسلاح المدرعات حقيقة يتميز بكثير من الإمكانات والمقدرات، لوجود أيضا كذلك عدد كبير من الأسر الموجودة في الإشلاقات وكذا، لأنه يعني تكون بالنسبة لهم واحدة من الترفيه بالنسبه للسلاح وكذا، ودي حقيقه نظره الغاية يعني القائد بينظر بنظرته اللي هو بربيها بتقديم الدعم المعنوي لافراده ولاسر الضباط وضباط الصف وكذا يعني. فحقيقه المهرجان هسه الان في منافسات وبيجد عدد كبير جدا من حضور من الاسر ومن بعض ابناء العسكريين لمشاهده ومتابعه المنافسات. نعم، واحدة برضو من المهرجانات الكبيرة وعندها برضو مشاركة ودور هو مهرجان الجلالات، يعني نتحدث عن أهمية هذا المهرجان ونتحدث برضو عن دوره في المؤسسة العسكرية. نعم، هو مهرجان الجلالات يمكن يكون بدأ من العام 1994 وظل مستمر لفترة، حتى بعد ذلك تم تحويله يعني في العام 1999 لمهرجان الإبداع العسكري ليكون شامل، يشمل كل إبداعات العسكريين في القصة وفي نبر الحماسة في الأغنية الوطنية في الإنشودة الدينية وغيرها من الإبداعات، لذلك سمي مهرجان الإبداع العسكري. أما مهرجان الجلالات وقتها كان محصور على الجلالات وما يقدم من الجلالات الحماسية وغيرها، سواء كانت في الخطوة المعتادة أو السريعة أو الخطوة يعني البطيئة وغيرها، لكن الآن أصبح هو إبداع شامل لكل العسكريين. الآن نتمنى إن شاء الله تزوروا الفعاليات تحت المنافسات لطروا يعني التنافس، ونحن عندنا يعني في العسكرية مغولة بتقول الحماس معدي، يعني حقيقة الحماس بين العسكريين الآن في تنافس شريف وتنافس حقيقة يعني يسر النفس، يعني فأنه عدد الناس كل زول يحرص على أنه وحدته الولاء للوحدة أنها لابد تحرز المرتبة الأولى وكذا، فهذا التنافس بهذه الصورة يعني خلق جو من الإبداع نفسه يعني. والمشاركة هي فيها كل وحدات ولايات السودان، كل الوحدات لهم حضور للمنافسة. نعم، هو الآن أكثر من 27 فرقة عسكرية من كل الفرق في ولايات السودان، سواء كان في ولايات القربية كلها من زالنجي والفاشر نيالة وكذلك الدمازين والقضارف وسنار والفرقة الثالثة والفرقة 19 مروي وغيرها، كل الوحدات العسكرية الآن هي موجودة في سلاح المدرعات وبتقدم كل يوم واحد من أنواع الإبداع. يمكن يكون يوم الخميس كان فعالية الأغنية الوطنية، واليوم إن شاء الله تكون فعالية يعني الخطوة السريعة في المهرجان إن شاء الله. إن شاء الله. طيب مباشرة خلينا نتكلم عن شكل التنافس الآن، يعني أنت ذكرت يوم الخميس والليلة، برضو مقبل الأيام شنو اللي حيقدم وماذا قدم في الأيام السابقة؟ ونتعرف برضو على لجنة التحكيم أو اللجان الفنية اللي هي فيها عدد أيضا من نجوم المجتمع وعدد من الشعراء والمغنيين. طيب نعم، أشكرك. حقيقة اللجنة الفنية ونحن من هنا برضو يعني نرسل لهم صوت تقدير واحترام، بتضم عدد من الناس المعروفين لدى الإبداع في السودان، يمكن يكون السيد العميد معاش عمر الشاعر وكذلك الرائد علي يعقوب والأستاذ الدكتور الماحي سليمان والأستاذ التجاني حاج موسى واللواء الخير عبد الجليل المشرف
والرائد سليمان أبو زيد والرائد محمد ضرار والشاعر مختار دفع الله، كل هذه النجوم الآن هي موجودة في لجنة تحكيم المهرجان، وهي تقيم تقييم فني من حيث أنه هي مختصة في مجال الفن وفي مجال الإبداع. فظلت هذه اللجنة منذ زمن بعيد منذ أن أنشئ المهرجان، ظلت هي من اللجان الحافظة يعني لقيام أو تشهد قيام مهرجان الإبداع العسكري وتقوم بتقييم وتحكيم كل المنافسات. فلذلك التحكيم هنا زي ما يقولوا تحكيم شريف على أيدي يعني أي خبراء معروفين للناس يعني. فلذلك بيجد هذا المهرجان زي ما قلت لك اللي بيطلع منه بيطلع يعني عمل مميز. صحيح. وده إن شاء الله بيقدم في الليلة الختامية في آخر اليوم 11/11، ده أيضا بيكون هنالك يعني احتفال بختام أعياد القوات المسلحة بالعيد 65 للقوات المسلحة ومهرجان الإبداع العسكري، وده بيشرف السيد القائد العام رئيس مجلس السيادة سعادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان. تبقى فعالية كبيرة. نعم. في نجوم الآن ظهروا في الـ في الـ في المشاركين وفي أو في المنافسين، ما أي وحدة بتكون عارفة فنانة ومنو شاعر ومنو الناس الخطيرين في يوم يعني. نعم. والله يمكن يكون هسه الآن يعني كل المنافسات أنا على حسب ما رأيت يعني المستويات متقاربة. وكل الوحدات شاركت يعني اي عمل يقدم يعني تقول ده الفايز حتى يعني في الابداع ملتزمين بالحزية ناس لا التزام تام بكل السيستم العسكري كما يقال وكذا والانضباط في كل شيء يعني حتى دي واحده من هي نقاط تقييم يعني العسكرية هي المسهر اساس الانضباط يعني أيوة المسهر عندنا هو اساس وبكل المسهر من الديباجه للاسم للوحده دي بتكون هي شعار الوحده برضو دي بتخش في 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 نقاط التقييم. نعم. طيب احنا برضو حنجيب طالما انه ده مهرجان كبير فيه مشاركات لعدد من الوحدات العسكريه في كل ولايات السودان المختلفه، الحضور الكبير لهذه الفرق وما شابه ذلك، نتحدث عن واحده من المحاور المهمه جدا في هذه المرحله هي الدعم والمسانده لهذه المؤسسه او هذه المنظومه من خلال هذا المهرجان، كيف يتم الدعم؟ والله الدعم هو بيتم بوقوف زي ما ذكرت لك سابقا اللي هو تتبناه رئاسة الأركان العامة، ويمكن يكون من السيد القائد العام وكل القادة القوات المسلحة هم تبنوا هذا المهرجان وقدموا الدعم يعني له والوقوف بسنده، ويعني وهم مطلعين على كل صغيرة وكبيرة ما يجري في هذا المهرجان من المنافسات والبرنامج وغيره من هذه الأشياء. فلذلك هو الدعم مادي ومعنوي بيتم من أعلى قمة في القوات المسلحة لهذا المهرجان، لأنه حقيقة ده تشجيع للإبداع في القوات المسلحة باعتبار أنه عيد للجيش. عيد للجيش. نعم. عيد للقوات المسلحة، وأيضا بيصهر إبداعات القوات المسلحة. يعني القوات المسلحة ليست مقاتلة فقط، وإنما أيضا لها الكلمة، ونحن زي ما يقول يعني للكلمة والطلقة فوهة واحدة. صحيح. يعني الكلمة أيضا هي تدي نفس ما تديها نفس المفهوم. نعم. طيب سعادة العميد بمكر يوسف خلينا يعني نكون في نفس موضوع المهرجان لكن برضو يعني ننتقل إلى شق آخر. الأنشطة دي برضو عندما تعكس للمواطنين بيكون عندها أثر مختلف بالنسبة للمواطنين يعني. خلينا نتكلم عن إنه هل نستطيع إنه نستغل هذا المهرجان عشان نقرب الفرق اللي كانت في فترة من الأوقات والسودان كان بيمر بوقت صعب جدا متلازمات مدنية عسكرية. نعم. نحن الآن بيتكلم عن إنه السودان كله أصبح مكون واحد. نعم. يسعى للتطور للتقدم يعني. بأثر رجعي كده هل نستطيع إنه نقول هذا النوع من الفعاليات يمكن يقرب للمواطنين أكثر يعني على طريقة الشعراء بطريقتك أرخي للناس سور حديقتك يعني غني ليهم ودوي ليهم وارخي ليهم سور حديقتك. نعم. والله القوات المسلحة هي طبعا معروفة منذ القدم للشعب السوداني، يمكن يكون شعار جيش واحد شعب واحد، والقوات المسلحة لها مواقف كثيرة تثبت وقوفها وانحيازها للشعب في كثير من المواقف، يعني ما أول مرة تنحاز للشعب. يمكن يكون الأحداث زي ما ذكرت الأخيرة القوات المسلحة كان لها دور كبير جدا في انحيازة للشباب وثورة الشباب، وقفت مع الشباب حتى يعني رأت الآن نحن ما نعيش الآن من أجواء حرية ومدنية وسلام وعدالة. وحقيقة القوات المسلحة هي يعني همها السودان. يعني هي همها السودان، ويمكن يكون حتى التربية اللي بتقوم للفرد العسكري اللي هو التربية تحت الوطنية، يعني السودان هو الأول. نعم. لذلك بيلبس نحن يمكن يكون واحدة
شعار القوات شعار السودان بنلبسه في راسنا كناية على انه السودان هو صقر الجديان، كناية على انه السودان في رؤوس كل عسكري الان يلبسه ويتشرف شرف كبير جدا انه يلبس تاج السودان. فالسودان حقيقه هو في حدقات عيون كل فرد عسكري سواء كان في الخدمه او في المعاش. في النهايه هو السودان يعني. نعم هو السودان. نعم. واي فرد من السودان هو بيمثل له السودان يعني سواء كان عسكري او مدني، في النهايه نحن كلنا زي ما يقولوا بنعيش في طيب بهذا السودان يعني المبادئ الجميله والشعار الجميل مبدا الحريه والسلام والعداله برضه نتكلم كيف تكلمنا عن نقله التحكيم. نعم. نتكلم برضو عن التنافس والجوائز. نعم. ونستند على هذا الشعار برضه في هذه. اي نعم. والله الجوائز هي طبعا بتعد، هناك لجنه للجنه الجوائز بيتم فيها يعني تقديم كاسات للفرق الفائزه في هذا المهرجان. ما في دبابير كاسات، لا كاسات وحوافز ماديه. وهو طبعا حقيقه يعني يشرف الاحتفال زي ما ذكرت لك القائد العام رئيس مجلس السياده والوحده اللي بتفوز اكيد بيكون ده شرف كبير جدا الان هو يكرم السيده القائد العام وان هي فازت بواحده من الدروب بتاعت الابداع العسكري. وبيكون ده شرف كبير اكيد وعامل معنوي في نفس الفرقه وكل افراد الفرقه، وبيتم بعد ذاك احتفال هم في الفرقه بهذا الفوز وكذا. وحقيقه المردود بتاع المهرجان اثره المعنوي والنفسي على الافراد كبير جدا، لذلك ظل المهرجان مستمر يعني طيله هذه السنوات ظل مستمر وظل كل مره يعني الفرق في تنافس. والان يمكن يكون انا يمكن عاصرت عدد من المهرجانات، لكن المهرجان هذا العام حقيقه يعني اكتسبوا فيه الناس خبرات كبيره جدا. يمكن الوحدات لو انت حضرت اي عمل لاي فرقه من الفرق بتلقى ان هذا العمل يعني في براءه في نفسك تقول انه هو الفايز واللي يجي بعده ده الفايز وهكذا يعني، فالمستويات متقاربه جدا وفي تجويد للعمل يعني. نعم. سعادة العميد بابكر خلينا برضو نتحدث عن شعار المهرجان في هذا العام. اعتقد كل اجزائه لنا وطرو. فلتدم انت ايها الوطن. فلتدم انت ايها الوطن. نتحدث عن هذا الشعار ودلالات اختياره يعني. نعم والله حقيقه نعم طبعا زي ما ذكرت لك الوطن ده في حدقات العيون. ونحن حقيقه الوطن ما الانسان يعني يبذل نفسه رخيصه في سبيل الوطن، وده نحن ادينا عليه قسم انه كل عسكري ادى قسم انه نفسه دي في سبيل الوطن، انه برا ولا بحرا ولا جوا هو يعني لا تهم نفسه بقدر ما يهم الوطن. فنحن يلتدم انت ايها الوطن حقيقه نحن اقتبسناها من أغنية الفنان الكبير حسن خليفة العبراوي، نترحم عليه ونسجي الشكر لأسرته وكذا. والتدم أنت أيها الوطن، الوطن حقيقة نحن السودان بالذات بلد خير وبلد يتميز بكل شيء يعني كجغرافيا كسكان كبشر يعني السودان بلد يعني متفرد من حيث التكوين من حيث يعني الإمكانات والمقدرات، فهو وطن يعني ليس بالسهل يعني السودان، فالكل يحب السودان. ولذلك نحن نبغى هذه القيمة على أن التدم أنت أيها السودان، نعمل على أن السودان يظل ويظل دولة مؤثرة على الإقليم ومؤثرة على العالم وعلى كل بثقافته نعم بأخلاقه بقيمه المعروفة وكذا يعني. نعم احنا بنختم الفقرة دي ونتمنى لكم التوفيق، لكن برضو دارين نتحدث نتعرف على الكنداكة السودانية ودورها في المهرجان ده سريعا. والله يمكن يكون من هذا الحقيقة يمكن يكون دي واحدة سؤال جميل. الآن عدد من العسكريات مشاركات في هذا المهرجان وبنسبة كبيرة جدا يعني غير سلاح الموسيقى، يمكن يكون الآن من الفاشر من الولايات الفرقة السادسة الغربية الفاشر ومن الدمازين ومشاركات أيضا في فعاليات المهرجان سواء كان في القصة أو في الشعر اللقاء الشعري أو في بعض ضروب المنافسات أو ضروب الإبداع. فالآن وجوده يمكن يكون ملاحظ في هذا العام بالذات في المهرجان زاد بصورة أكبر مما كان عليه في السابق يعني. فوجود أكثر من 36 من الكنداكات الآن موجودات العسكريات موجودات في المهرجان ومشاركات يعني. فأنا أتمنى إن شاء الله تزورونا هناك إن شاء الله وتشوفوا الفعاليات وتشوفوا الحضور إن شاء الله. الله يجزيك. شكرا لك جدا سعادة العميد بابكر يوسف رئيس لجنة الإعلام و بمهرجان الإبداع الحربي وأيضا مدير إدارة الإعلام، شكرا جزيلا لحضورك. أنا أشكركم شكرا جزيلا على الفرصة السانحة لقناة الشروق هذه القناة المتميزة، وليكم أنتم الأخوة الذين حاورتمون يعني لكم جزيل الشكر والتقدير. شكرا جميلا، تمنيات التوفيق.